السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتساءل بعض الإخوة من القيادات في مؤسسات التعليمية كيف نستطيع أن نقوم بتصميم نواتج التعلم؟ ننصح دائما في عملية تصميم نواتج التعلم بأن تبدأ من النهاية، أي أن تبدأ بعملية التقويم. قمت بوضع هذا المنظم البصري من أجل توضيح آلية تصميم نواتج التعلم. كل مؤسسة تسعى لتخريج خريج مثالي من حيث المعرفة والمهارات، من حيث الأداء، من حيث القدرة على الحياة الوظيفية، النظرة العامة والقيم المجتمعية والهوية الوطنية التي تجعله يصبح عنصرا فعالا في مجتمعه. ولذلك ابدأ اسأل سؤال: ما هي احتياجات الطلاب للتوافق مع سوق العمل؟ من تحديد ما هي المعارف المطلوبة، ما هي العمليات الإدراكية المفروض أن تكون موجودة لديهم، ما هي المهارات التقنية المفروض أن تكون لديهم، ما هي المهارات اللطيفة المفروض أن تكون موجودة لديهم، ما هي القدرة على تحمل المسؤولية والقدرة على الاتصال. ثم بناء على ذلك نقوم بتحديد رسالة المؤسسة التعليمية. ما الذي نحن نريد أن نعمله في المؤسسة التعليمية؟ ما هي شكل الخريج اللي سيكون عندنا من الجانب القيمي، من الجانب أيضا المبادئ نريد أن نغرسها فيه، من الجانب المعرفي، من الجانب الاتجاهات، من جانب المهارات. ونحدد بعد ذلك نواتج التعلم المستهدفة، جدارات المتعلم في المجال المعرفي والمجال المهاري والمجال الاتجاهات، ونقوم بربطها بالأهداف التدريسية للمحتوى الدراسي. ثم نقوم بتصميم طرق التدريس والتقييم المناسبة لاستراتيجيات التقييم الحديثة. ثم نقوم بعد ذلك بوضع طرق لعملية قياس جودة الطرق واستراتيجيات التدريس، معايير يجب أن تكون عندنا لعملية القياس. وبالتالي الأداء المستهدف لنواتج التعلم هو الذي يوجه أهداف التعلم التي توجه بدورها طرق التقييم، وطرق التقييم توجه بدورها طرق التدريس. إذا نحن أمام منظومة جميع الطلاب يجب أن يكون لديهم القدرة على فعل ما نحن استهدفناه في الجانب المعرفي وفي الجانب المهاري وفي جانب الاتجاهات. عملية التعليم منظومة متكاملة، لكن تطوير التعليم دائما يبدأ من تقييم وتقويم وتحسين عمليات التعلم. شكرا لكم.